الجامعة حتى المرسوم يعني فيه احترام قواعد البناء احترام عقود التعليم هذا راه فيه جمال وفيه في كل شيء في الجر في الملف الاول رئيس في الملف الاول الذي دورس رخصة البناء الأولية اللي تمدد في إطار المرسوم التنفيذي 15-19 فيها لجان بيئة انفيرونمون صناعة هكذا مفروض أنه هذو كاع لجان درس تاريخ البناء من جميع النواحي هكذا هنا ذاك المشروع راه يهضر على التعديلات الصغيرة اللي غير مخالفة لقواعد البناء الأولية والقواعد التعمير تاع البناء المنطقة الجمال كما وصفك في الحقيقة رئيس عندك الحق باسكو حنايا كل واحد تعطيه ثمن في يسكن في عمارة ملكية عامة مشتركة يعطوه السيشوار يردو كوزينة يعطوه البالكون يردو سيشوار يعطوه راه كيفاه ما رئيسة صديق ما كاينش في المشرع الجزائري كيسكن الناس كاين لي سانديك دو سيتي لي زادمينستراتور دو سيتي من 2006 كيخرجوا لا لوا سي لا بروموسيون ايموبيليير لي سانديك دو سيتي هادو في وزادوا ثاني داروا المستثمر الخاص كما قلنا في لو بروموتور بريفي ولا يبني ويمد للناس الاجزاء المشتركه شكون يقوم بها اديفو دو سانديك دو سيتي نورمالمون يبقى العقد البروموتور الاول هما يسيربو سكاني ويروحوا لوبيجي سيربيس كاني وتروح لاجونس فونسيير سيربيس كاني وتروح لا ديال سيربيس كاني وتروح وكيعطوه الوثيقه اللي تتمد حق الايجار حق الايجار ما فيهش كاع دوك الشروط سيرتو فيما يخص الاجزاء المشتركه بالك راك تشوف القضايا اللي راهي مطروحه امام العداله تروح بوكو بليس ستادير الاجزاء المشتركه لا تيراس واحد يحط لك سيتيرنا يثقب يعقب يولي الماتين ثاني لي زيفوكياسيون تاع المصالح المصحه كما قال لك تاع لي سانيتير فوالا لي زيسكالي يجي الطابق التالي ديال لي سباس يغلق عليه ستادير ما كاينش دفتر شروط مقنن لاستغلال هذوك الاجزاء الداخل ديال واش ما تبغي مي برا لا راك في اجزاء مشتركه والاجزاء المشتركه لا تمس واش الناس كي داروا في اطار